امبارح وكالات الأنباء يعني عرضت خبرين هيك استفزوني شوي، فبدي احكي لكم اياهم شو هالأخبار هذه. الخبر الأول انه في واحد من كبار عصابات المافيا في أوروبا، في هولندا بالتحديد، هذا كانوا عم يبحثوا عنه شي 10-5 سنين، هذا الانتربول يعني الشرطة الدولية أو الشرطة الأوروبية يعني عم تبحث عنه، يعني 10-15 سنة عم يدوروا عليه، وأخيرا لقطوه بإسبانيا. عرفت هولندا هذه، هو مواطن، هذا الرئيس العصابي هو واحد مغربي عنده مواطني هولندي، الهولنديين عاطينه مواطني. شو عملوا هذول؟ راحوا ولقطوه الإسبان، عرفت هولندا انه لقط هذا عندهم وهني عم بيطالبوا فيه، فطلبوا حسب القوانين الموجودة في الانتربول انه لازم يسلمون للدولة هل يعمل فيها مشاكل والدولة التابعة لها، يعني هو مواطن هولندي فهولندا إلى حق الطالب فيه. ولكن طلع واحد قاضي مخيف، هذا القاضي قال لا، نحن هذا كمان عمل عندنا جرائم في إسبانيا، هذا رئيس عصابي كمان، يعني العصابي الموجود بهولندا انتقل فرع منا إلى إسبانيا، وهذا العصابي بتعرفوا عصابة مخدرات، بيطالبوا بالفدية، بيشتغلوا بغسل الأموال، فلقطون هناك ولقوا عنده شيء 2 مليار من الدولارات وعقارات مشترين، يعني فوق 100 عقار مشترينهم على اسم هذه أعضاء هذه العصابة اللي لقطوها في إسبانيا، لاحظين؟ وإجرام وقتل وتهديد وإرهاب وكل شيء، يعني واحد من أكبر المجرمين في أوروبا، عرفتوا شنو؟ ويعتبر هذا انتصار انه لقطوا، صاروا 10 سنين عم يدوروا عليه يا جماعة، يعني شغلي مو قليلة، لقطوا. فأجى هذا القاضي المحترم الرهيب، شو قال؟ لا نحن يا هولندا، نحن قبل ما نعطيكم إياه نحن بدنا نعاقبوا عنا أول كلمة. طيب كيف بكم تعاقبوا؟ قال طلب هذا المحامي تبعه، المحامي طلب انه يعني يحط مبلغ 50,000 دولار، تصوروا تذكروا هذا المبلغ لاني بدي قارنه هسه بشغلات تانية. طلب القاضي وافق، شو 50,000 دولار رئيس عصابي من العصابات هذه يا جماعة، عنده 2 مليار، لا لقطوا عندهم 2 مليار دولار 2 مليار، طلب منه شو؟ طلب منه 50,000 يورو. طيب وشو عملوا؟ وأطلق سراحه. تعرفوا في أوروبا في بعض المساجين، يعني المساجين هاللي عندهم عقوبات مو كبيرة، مو يعني مجرمين يا لطيف درجة أولى، لا بيكونوا بيرتكبوا جرائم صغيرة مثلا، مو هيك؟ هدول شو بيعملوا؟ بيحطوا لهم السوارة بإجرون، سوارة إلكترونية. شو هذه السوارة الإلكترونية؟ هذه فيها GPS وبيقولوا لك أنت هذا مثلا ممنوع تغادر، أنت بحق لك تكون بهذا البيت، ممنوع تغادر تطلع لبرا إمتى ما بدك مثلا، مو هيك؟ أو بتيجي لعنك كل 15 يوم، طلب منه أن يجي لعنده كل 15 يوم، لاحظين هالعقوبة اللي عمل له إياها؟ فهذا بس أطرق سراحه فرق، قطع السوارة. هلا في البعض بيقول لي بأمريكا بيحطوا شرائح إلكترونية، بأوروبا أنا ما بعرف، أنا بعرفه إنه بيحطوا يعني مثل ما قلت هيك يعني سوارة إلكترونية، عرفتوا شلون؟ هذا أصل السوارة. ويا أخي إذا كان في شريحة بيمشكها بيشيلها كمان وحمل حاله، هلا ما حدا بيعرف وين، يمكن صار بجنوب أفريقيا، عرفتوا شلون؟ وصارت فضيحة. وشو قالوا؟ أخطأ القاضي، ناحسين؟ القاضي خطأ، ونتيجة خطأ القاضي هذا لم وزير الداخلية لم يعلن استقالته، وزير العدل لم يعلن استقالته، القاضي هذا كمان لم يعلن استقالته، ناحسين؟ وقالوا غلط. تعرفوا أنتوا المافيات شو يعني المافيا؟ المافيا عندها يتشارك، عندما يتشارك البزنس هذا الإجرامي، يعني هل بيشتغلوا بالتهريب وبالمخدرات وبالتبويض الأموال وبالقتل وبالجرائم مع الموظفين الدولي، وقتها هذه العلاقة، هذا المجموعة مسبيها مافيا، يعني علاقة المجرمين مع أجهزة الدولة من الشرطة وأمن ومخابرات
وقضاة ومح كل شيء. هذا مسميه هذه اسمها مافيا. فقال على الشباب قال غلطوا ملاحظين؟ قال شو؟ قال غلطوا ملاحظين شو؟ انه غلطوا. تصوروا بقى هالغلط هذا اللي لم ينتج عنه شيء. انا في احد هذول انا القضاة هذول بسميهم الابقار شو المقدسة. هذول القاضي بسميهم الابقار المقدسة. ليش؟ لانه يا اخي اذا انت طبيب وعملت يعني خطا طبي بتروح تقعد بالسجن وبيسحبوا منك شهاده ممارسه المهنه. يا اخي اذا انت مهندس عملت بنايه، البنايه وقعت نتيجه انه اخطاء وكذا والى اخره، بيعملوا تحقيقات بتروح على المحكمه بيسجنوك وبياخذوا منك حق ممارسه المهنه. غير هذول القاضي، لذلك انا بسميهم الابقار المقدسه. هذول الابقار هذول مثل مجموعه من الابقار المقدسه. بيخطئ ما بيقولوا شيء. كل هالقضايا هذه يعني بدها، طالما انه القاضي لا يعاقب نتيجه اخطائه بتضل هذه العداله مشرشحه مبهدله الى اخره. طيب هلا بنرجع لموضوعنا. الموضوع شو؟ صارت هذه الفضيحه واكتشفنا بعدين انه هذا قلت لكم هذا مغربي اسمه ما بحفظ هيك اسماء يعني كريم خريام دي خريشام. هذا المجرم الرقم الاول على مدوره عليه ولقطوه اسمه كريم خريشام، وهذا عنده صديقه كمان مغربي وكمان عنده مواطني الهولنديين عاطينه نتيجه حسن سلوكه وشو اسمه عاطينه مواطني يعني عاطينه مواطني هولندي. هذا صديقه الثاني اسمه رضوان تاجي كمان هذا معتقل في هولندا بتهمة عصابة المافيا، بتهمة انه هدد رئيس الوزراء بده يقتله، وبتهمة انه قتل واحد من الصحفيين. شوفوا وين انتم الموضوع وين، شايف شلون؟ وشو الشيء يعني النكتة المخيفة هذه، النكتة المبكية يعني المضحكة المبكية، انه هلا اكتشفنا بعد ما لقطوه هلا وصارت هالفضيحة، اعلن تعرفوا بهولندا في ملك وملكة وعندهم بنت هيك أمورة وكربوجة وحبوبة عمرها 18 سنة. فقاموا هدول الاثنين يعني كريم خريشان ورضوان تاجي، هدول قاموا بتهديد بدهم يقتلوا ولية العهد هذا الملك والملكة، ما عندهم غير الكربوجة هذه، قال بدهم يذبحوها. بقى شو عملوا هدول؟ عملوا حالهم بالسر، اتصلوا بالملكة اسبانيا قالوا لها مشان الله ودعوا لنا اياها عندكم، خليها تعيش عندكم بالقصر هذه البنت. واضطرت البنت بالسر تروح على اسبانيا تقعد لها سنه سنتين خايفه من هذا كريشان خريان، عرفت شلون؟ وشو عملت؟ وما عنوا عارفين الملك الاسباني والملكي انه هذا كريشان راح لعندهم باسبانيا، لو عرفوا باسبانيا كانوا بعثوه على مناكو هسه او على شيء مملكه اخرى، على السويد ما بدهم يبعثوا هنيك، بدهم بالقطوه هنيك عصابات موجوده، عرفت شلون؟ فشو فضيحه صارت لانه العمل الهولنديين شو هذا؟ يعني معقول؟ بدل ما يمسكوا هذول الزعران هذول هربوا بنته. طيب بدي اسالكم سؤال، انتم كيف يعني شعوركم؟ انت موجود ببلد مثلا، كيف شعورك انه والله مثلا لا اجيب مثلا الملك سلمان بالعربيه السعوديه اجت من جماعه من الاخوان المسلمين هددوا ابنه بدهم يقتلوه، بيمسكوا لا محمد بن سلام بيقطع على الكويت ولا على البحرين، شايفين؟ هيك شيء يعني عملوا. طيب يا ملك هولندا والملك المحترم، يعني بالله عليكم اذا هددوكم انتم، هددوا الملك والملك وولي العهد، شو بتعملوا؟ بتعملوا لجوء سياسي مو هيك لاسبان؟ مو هيك؟ الله يلعن ابوكم عرس، الله يلعن ابوكم. فهيك اللي عملوا، شايفين هذه البلدان وين رايحه؟ بلدان يعني مخيفه في بهذا الموضوع. طيب انا قلت لكم اخذوا منه 50,000 هذا كريم كريشان 50,000 يورو. شوفوا انتم شو عملوا بترامب. هلا ليك يمكن يعني ما يعجبك ترامب، يمكن تنتقد ترامب بتصرفاته، انا عندي انتقادات كبيره له لاحظ، ولكن يعني هلا عم بيعملوا فيه هلا، شوفوا هذه المحاكمات اللي عملوها، وقال ترامب
في واحد اسمه واحد من كبار المافيا الأمريكية، هذا كان رعب أمريكا والولايات الأمريكية، اسمه الكابونة، هذا إيطالي الأصل، رعبه رعب حقيقي، قتل وإجرام وتفجيرات وفدية وكل شيء إلى آخره، عرفت شلون؟ شغل كبير يعني. شو عمل هذا؟ قال إنه التهم الموجهة لي أكثر من الكابوني، هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بدهم يخنعوه خارج المنظومة السياسية، إجيت نحن ما نفرجيك. وليكو يعني خسارة ترامب في المعركة مع العدالة، هذه بسموها العدالة في أمريكا، وخسارته مع بالمعركة الانتخابية هي ضربة قاسية. يعني أنا كشخص عادي تصوروا أنتوا إذا رئيس أمريكا هذا القوي الجبار الغني اللي عنده إمكانيات ما عم بيقدر يوقف أمام هذا القضاء العاطل، فكيف بالأحرى بيني وبينك ناس الضعفاء والبسيطين اللي ما عندنا شيء، عرفت شنو؟ فهي هي فعلا أنا بعتبرها الآن انتصار ترامب في الانتخابات الأمريكية وفي معركته مع هذا النظام العدالة البائس هذا الأمريكي، هي انتصار للناس البسطاء وللجميع، وبتكون كارثي لها، كارثي إذا بيخسر الرئيس الأمريكي. هذا وجهة نظري، يمكن ما توافقني عليها. شوفوا بدي لكم، يعني كنا نحكي عن المافيا، بدي أحكي لكم هيك قضية، بدي أحكي لكم هذه القضية. أنا مرة كان عندي سيارة قديمة هيك مكركبي، كنت لسه عم بدرس عم بعمل دكتوراه، وبالبيت عم بدرس شي ساعة تنتين بالليل تنتين ونص، ضوي شاعل، يعني ضوي اللمبة الصغيرة شاعل مبين، يعني إنه شاعل في حدا شاعل مني. سمعت صوت بالليل، صوت هيك، فمسكت البرداي وتفلعت عم لقيت بسيارتي في ناس جوا بالسيارة، فقمت من قمت فيقت زوجتي قلت لها اتصلي بالشرطة عم بيسوق لي السيارة، وطلعت قلت لي زوجتي لا تطلع لا تطلع، طلعت قال أنا بطل، يعني عرفت شلون؟ طلعت بالليل ساعة 2:30 ما معي شيء، طلعت بدي دور بدي شوف إن هدول الزعران الموجودين بالسيارة، ما لقيت حدا. بجانب بيتي في حديقة 100 أشجار مثل غابة، يعني تصوروا، فت بدي دور عليهم بالحديقة يا جماعة، طلع حزين وما عم شوف شيء، يعني إذا هني متخبيين هني شايفيني، لأنه أنا فايت أنا ما شفت شيء، دورت ما لقيت شيء. أنا راجع على البيت عم شي 5-7 قدام بيتي، فلاحظوا إنه أنا شو 5-7 وبالليل شو بدك تعمل، فأنا كنت عم بمشي خففت من سرعتي اتجاههم، فحسوا هني قالوا لي السيد اتصل بالشرطة، قلت لهم إيه نحن الشرطة مدنيين لابسين، شو في؟ قلت لهم ليكوا السيارة هيك صار فيها، وين كنت؟ قلت له عم دور عليهم، قال لي شو؟ قال لي وين كنت بالحديقة؟ قلت له عم دور عليهم هذول، شايف شلون؟ يعني لو لقطوني يعملوا لي شيء، بتعرفوا دول بيكون معهم يعني مجرمين، وبهالوقت هذا كانت العصابات تمرح وترعب في 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 بولونيا. يعني المهم قالوا ليك اذا بتبقى هذه السياره هون ثاني يوم ما بيطلع فيها شيء، لانه خلعوا لي الباب، يعني ما عاد يتسكر الباب ينقفل. قلت لهم شو بدي اعمل؟ قال ليك نحن عم مخفر الشرطه قريب علينا، تحمل حالك وتحطها هونيك. قلت لهم اوكي، حملت حالي ورحت حطيتها بمخفر الشرطه. مضي شهرين ثلاثة، في عندي صديق عراقي كان يشتغل حباب كثير، كان يشتغل بالسيارات وبالتصليحات والى اخره، سمع انه انا عندي مشكله بالسياره، بعد شي 3 اجاني قال لي شو رايك نحن نطلع انا وياك نروح نجيب السياره وزبط لك اياها. قلت له والله ما في عندي اي مانع. رحت المخفر الشرطه قريب علي، فت على مخفر الشرطه، فت على سيارتي ولا مشاني، اجاني ضابط نقي مناوب، قال لي شو عم تعمل هون؟ قلت له شو عم بعمل، سيارتي بدي اخذها. قال لي دفعت عليها كراش. قلت له كراش شو؟ تعرف انا طالب ملتهن ديكي يعني وقتها. قلت له كراش شو؟ 3 بتعرفوا كل يوم تشرح مصاري وبكراش الشرطه، هذه شغلي مو انه بكراش عادي يعني. قلت له شو عم تحكي انت؟ قلت له ايش حدا خبرني انا بهالموضوع؟ قلت له عندك انت هون رئيس مخفر؟ نرفزت يعني، خذني لعنده. قال لي تفضل. انا فت على رئيس المخفر، طلع فيه قال لي عماد شو عم تعمل هون؟ فاعطاه امر هذا انه يخرج، ضرب له تحيه وضلوا طالع. طلع صديقي من الدراسه، كان ايام زمان متعاقد مع الشرطه، تحدثنا وذكرنا الايام الجميله بالدراسه، حملت اخذت السياره المهم باختصار وطلعنا من الـ من الـ من من مكان الشرطه. العراقي اخذ
الصديق هذا أخذ السيارة صلح ليها جاب ليها بعد شهر. بعد شي 4-5 أشهر إجا لعندي قال لي عماد بدي منك طلب. قلت له شو؟ قال لي أنا بدي أشتغل مع أتراك بدهم يجيبوا فواكه لبولندا وبدهم يعملوا وبرتقان وبتعرفوا هالقضايا هالي وليمون وإلى آخره. قلت له شو مطلوب مني؟ قال بدك تساعدني بتصريفة أنت عندك معارف وإلى آخره. قلت له إيه ما في إشكال بس تجي ولا يهمك. لما مضي شهر شهرين ثلاثة سألت عنه الشباب العراقيين أصدقائي قالوا لي لا عم بشتغل. قلت معناتها منيح ما بده مساعدتي زلمي منيح يعني دبر أموره. يا جماعة بمر شي 5-7 سنين أنا عم بحضر الأخبار ولا عم بيقولوا تم يعني القبض على عصابة تتعامل بالمخدرات من تركيا بولونيا الى السويد وهالمناطق هذه البلاد الاسكندنافية العامة ورئيس العصابة عراقي يقتل في بولونيا العامة. مين هذا؟ اتصلت باصدقائي مباشرة العراقيين قلت مين هذا؟ قال لك هذا زلمة عبد الرحمن هذا المسكين. لك هذا عبد الرحمن هذا عبد الرحمن ورطوه الاتراك عرفت شلون ورطوه اخذوه وهو كان حالته الوضع الاقتصادي تبعه يعني تصليح السيارات يعني ما كان يعني يبدو وضع الاقتصادي صعب استغلوه وصاروا يبعثوا فعلا بعثوا انا بهديك ولهلا بصير عندنا هيك يعني بهديك الايام يا اخي كنت تروح على الماركت بدك تشتري ليمون عم تلاقي الليمون بربع دولار يا رجل ما شاء الله موز بربع دولار شلون يعني حتى احيانا تكون اقل من ربع دولار يعني ما كنت افهمها غير بس سمعت انه لأطول هذا العراقي هو عم بيتاجر بال شو بيعملوا هدول تجار المخدرات بيبعتوا سياره شحنتير ها فيها ليمون مثلا مو هيك بحطوا بقلبها كرتونتين مخدرات بتوصل المخدرات بيبيعوها ببلاش تروح ما عاد مشكله عندهم ما عارفين شلون مشان هيك بصير فهمت بعدين هذه مشان هيك بصير نقص الاسعار هذه بتكون باسعار زهيدي بشكل انه ببلدانه بالبلدان تبعهم يعني ما بتقدر تشتري من الارض وهيك بهيك سعر ملاحظين يعني شغلي واضحه المعالم وتوضيحا لكلامي تاكيدا انه هلا من فتره وجيزه يعني من شي سنه الاخبار اعلنت انه العمى في احد الماركتات عم بياخذوا عم بينزلوا طلعت كرتوني كلها شو مخدرات ناسين ياخذوها الشباب عارفين شنو ناسين ياخذوها ف حكيت عن هالظاهره هذه لعبركم انه كيف كانت أن صدفت معي وبدي أحكي لكم أيضا قصة ثانية معلش ما الوقت اسمعي الوقت إنه كان عندي صديق وصديقي هذا عنده صديقته محامية بيشتغل بالمحاماة يعني هذا الحكي قديم هلا عم بحكي لكم إياه هذا الحديث صار تعرفوا أنتوا النظام الاشتراكي برونيان راح يعني انطوى صفحته في 4 حزيران عام 1989 انتهى النظام هذا رسميا انتهى فهذه الحسد تكون يعني 89-90 وتعرفوا انه بس تغير النظام صار في بولندا يعني عصابات ومافيات وياخذوا الفدية واذا انت عندك مطعم مثلا كل اسبوع يجوا لعندك لازم تدفع لهم فدية اذا عندك حي الله شيء عم تشتغل بالبزنس كانوا ياخذوا الفدية يعني بلد مخيف كان وإذا ما بيعطوك يفرعلوا لك شيء يحطوا لك شيء قنبلة بالمحل عرفت شلون وتصير هيصة وإلى آخره ويرعبوا الناس يعني هيك كانت الحالة بس هلأ كل هذا الموضوع انتهى ما في عنا هيك شغلات مش عم تكونوا بالصورة يعني هلا عم نحكي عن مرحلة الانقلاب من النظام هذا إلى نظام الديمقراطي يعني يسموه الحر هذا اللي إجا طيب ليش حكيت لكم إيه فهذا صديقي عنده هذه البنت صاحبته وهدول كل اسبوع بيلتقوا في واحد من القضاة عنده فيلا كبيره وعنده حديقه وبيعملوا مشويات وبيقعدوا يقرقروا بين بعضهم ويسكروا ويشربوا ويسبطوا الامور بين بعضهم. في يوم من الايام قالت شو رايك تروح معي؟ قال لا يا اختي كذا قالت لك اطلع قاعدين تتعرف على هالناس. راح قال لي شغله مخيفه. قال لي عماد قضاة نائب عام تعرف النائب العام والقاضي هذولي يعني في بدي اقول لكم تضارب مصالح بيناتهم والمحامي يعني ما بيصير يدخل القاضي والمدعي العام والمحامي
بيخوشبوش مو بصير عرفتوا شلون ما بصير يصير. فهذول كانوا يقعدوا ويشربوا والقاضي قال له لواحد مع قال والله يا فلان انت بالمحكمه كنت هيك عم تدافع دفاع يا زلمي فكرتك عم تحكي جد. صاروا يضحكوا كله مرتب مين بده يربح مين بده وقديش المصاري كلهم مرتب ويجوا بيقعدوا بيوزعوا المصريات بين بعضهم طبعا بيوزعوا. هذا كان سابقا. طبعا هلا الامور بتعرفوا انا يعني تغيرت بشكل جدا كبير يعني ما في شبه. وانا عندي امس اللي بقدر لكم اياها كمان مو مثال واحد بس مشان الوقت هيك اللي صار. فشايفين عم نسلم نحن شوفوا القضاة وين راحت شوفوا كيف الوضع كيف صار شوفوا شو عملوا ب ب بترامب شوفوا شو عملوا بترامب يعني هذه هي القاضي هذا المحترم اللي لم ما عمل له شيء وراح ما راح يعمل له شيء. هلا الخبر الثاني اللي بدي احكي لكم اياه هلي كمان هيك اثارني شوي. قال تم موافقه الملك تشارلز في البريطاني على المرسوم اللي طالعه البرلمان بترحيل المهاجرين الى رواندا. فيها شيء الى رواندا تعرفوا الناس قالوا والله توقعت انه يمكن يوقع ولا ما يوقع. الملك في بريطانيا هو بس للتوقيع بيمسك بجيبوله هذا بس بيوقع ما بصير ما يوقع على مرسوم لأنه مو قضيته هذه قضية البرلمان والحكومة هو بس بيوقع. فبعض قال والله يمكن الملك يوقع لا الملك بده يوقع رسما عنه لأنه هذه مو قضيته بس هيك للتوقيع هو شغلته عمته الملك أنه عم بيشتغل وعم بياخذ مصاري بس مشان أنه عم بيوقع وتوقيعاته كلها يعني هذه يمكن تصير بدونها لأنه البرلمان بس يوقع خلاص الحكومة بتقدم البرلمان بيوافق وبيتم التنفيذ هيك المراسيم بتصير. بس هذا عطينه هيك صورة انه وقع خيو انت وقع. فهذا بيجيب له الحاجب تبعه بيجيب له السكرتير تبعه بيجيب له اياه شي 20 30 مليون دق 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 وبوقع له عليهم وبس. هذه شغله ما حتى ما بيقراهم عندي يعني شو بدي لكم ما بيقراهم شو عنده خلق يقراهم تشارلز هلا عنده وقت لا. فهذا الموضوع وافق وبتعرفوا رئيس الحكومة أبو ريشي سيناك أنا كثير بحبه لأبو ريشي هذا ريشي سيناك أبو ريشي قل له أنا فعلا يعني بيّن أنه هو يعني رئيس وزراء محترم. وبتتذكروا أنتوا في رئيسة وزراء بنت خاله كمان اسمها نسيت شو اسمه والله اسمها حلو سلولي ولا هيك شيء. وهذه سلولي أنا هيك اسمه بنت خاله كانت وزيرة داخلية وكانت وزيرة داخلية امرأة حديدية يعني عرفت شلون؟ وهي الفكرة تبعها انه نحن نجيب المهجرين ونبعثهم على رواندا. بس وين الخبر اللي يعني اللي اخذ ضجي انه شو هذا يا جماعة شو عم تحملوا انتم؟ انه تكلفة بدهم يهجروا 300 مهاجر إلى رواندا التكلفة تبعهم بتكلف شي 665 مليون دولار. تصوروها يعني بيطلع على الواحد شي مليونين ونص دولار تقريبا يعني بتحسبها بيطلع شي مليونين ونص دولار على 300 واحد. ملاحظين؟ شو هذا يا رجل؟ لك ابو ريشي يا زلمي انت يعني اسمعني انا بدي انصحك نصيحه ليك لا انت سمعتني ما رح تسمعني اكيد ولا ترامب بس نصحته شو يعمل. نسيت ما اقول لترامب وقتها انه بلاش بدي انصحه هذه راحت من بالي لأنه كان عنده مصاعب مالية. شفتوا كان عنده مصاعب مالية كيف ذكرته هذا كريم كريشان طلعوا بخمسين ألف يورو. تعرفوا قديش طلبوا من ترامب؟ نص مليار دولار يعني 500 مليون دولار. تتصوروها طلبوا منه لترامب هيك مبلغ ومن هذا العصابة رئيس العصابة المجرم 50 ألف يورو. ملاحظين هذا الموضوع. فشو بدي لكم يعني ريشي سوناك كل واحد بدي يكلفه 250. اسمع نصيحتي يا زلمة انا ليك انا بحكي لك مع الشباب هذول وبعطيك يعني ضماني من عندي ها ابو ريشي بعطيك ضماني 100% يا اخي اذا تعطي لهدول الشباب 50 ألف دولار 100 ألف دولار
100,000 دولار بتعرف قديش يعني اذا واحد سوري بيطلع بيرجع على سوريا؟ يعني 1,400,000,000. بتعرفش ابو ريشي شو بيعمل فيهم هدول؟ بيشتري بيت وبيفتح محل وبيعمل بزنس وبيعيش. بيعيش. طيب اعطيهم نص مخيم. 700,000,000. كمان بيكون شاكرك وبيقول لك ما بدي تاخذني على رواندا يلا عن ابو رواندا عن خدني رجعني على سوريا خيو. ان شاء الله مفكرين انتم هدول انه هدول اذا بده يرجعوا على بلادهم بدهم يعدموه. ولك انتم يلا عن ابوكم عبو حكوماتكم. ولك انتم ما عندكم اجهزه امن مخابرات. ولك ما عندكم مؤسسات والى اخره. بتعرفوا الناس هدول مين هني يا جماعه؟ شو هدول يعني كيف هيك يا طيب طيب انا مواطن بريطاني انا عم بدفع فوائد وهدول منين عم جيبون هدول؟ من ضرائب الناس اللي عم بيدفعوا ضرائب. يا اخي الدولة اذا بدها تقوم باعمال ومشاريع اقتصادية يمكن ما تدخلني فيها، بس وهلا بيتدخلوا احيانا في قسم من المصاري تبع المدينة مثلا بيسألوا الناس في عندنا مشروعين 4-5 مشاريع وعندنا ما نعمل مشروع، نقوا شو المشروع اللي بتعملوا. الناس بتروح تنتخب بتقول منا مدرسة، عرفت شلون؟ في ناس بيقولوا منا حضاني وهكذا، منا مستوصف طبي. هيك بتكون الطبيعة تبعه، مستوصف طبي حضاني هيك شيء. فشو بيقولوا؟ بتروح الناس بالمدينة بتصوت على شو بدها، بتقول والله ما نعمل مدرسة خلاص. فيعني في إلو المواطن دور بوين بدها تروح المصاري تبعه. يا أخي القضايا الاقتصادية ما تسألوني، ممكن تعملوا طرقات جسور مطارات مدري شو، ما تسألوني. أما أنا بس تروح من مصرياتي لناس ساعدهم، أنا هذه لازم تساعدوني، راح يخلص الدو تبعي، لازم تساعدوني، غير هيك ما بصير هيك. المهم أنا بنصحك، هدول المهاجرين عملوا لجنة أنتوا وروحوا لعند أبو ريشي، قولوا له يا أبو ريشي أعطينا 50,000 ونحن نبوس إيدنا ونرجع على بلدنا. يا أخي ما تأخذنا على رواندا، عرفت شلون؟ هلا يجب اعتبار لوزيره الداخليه هذه سلومي، هذه بتعرفوا يعني تم شو بدي اقول لكم، تم اقالتها نتيجه احداث صارت طلعت مظاهرات على ارضيه غزه، يعني حماس دعت لمظاهرات وعده مظاهرات جيده فانتقدتها وانتقدت الشرطه وقالت الشرطه ما عم يعني عم تكون عم تاخذ راي، انتقدت الشرطة أن الشرطة ما عم تأخذ الدور اللازم تأخذه، وخاصة أنه طلعت هذه المظاهرة في نفس اليوم الانتهاء الحرب العالمية الثانية، فكان هي عندها رأي آخر. هذه سلومي مدري سلوني مدري شو اسمها، عرفت شلون؟ وزيرة الداخلية السابقة يجب إعادة الاعتبار لها، لأنه فكرة التهجير إلى رواندا هي فكرتها هي، وقالت حلمي أنا أنه نشوف طيارة أول طيارة تروح على رواندا. بس شوفوا النفقات اللي عم تعملوها. أنا على كل حال بدي أعملكم موضوع عن المهاجرين وأرائي فيها، هل يمكن ما تعجبكم؟ على كل حال لازم خلص. تحياتي لكم، أنا اسمي عماد إبراهيم وإلى لقاء آخر.